مشاهدينا، رجعنا لكم مرة تانية وموضوعنا الآن عن التوحد. اليوم العالمي للتوحد هو يوم بينوه عن خطر هذا المرض. يمكن من ضمن الأسباب، ساعات نقول كده ما فيش أسباب واضحة، لكن احنا ممكن نخلق الأسباب دي فنلاقي طفل حتى لو كان عنده بداية المرض بيكبر. خلونا نتفهم أكثر لهذا المرض، و بالفعل ابتدت أعداد الأطفال المصابين بهذا المرض تتزايد في الآونة الأخيرة، ودي حاجة من ضمن الحاجات يعني السيئة في العالم. ضيفي الكريم للحوار والحديث عن مرض التوحد النهارده أستاذ عادل شماندي، مدير عام إدارة إدفو التعليمية سابقا والأخصائي النفسي الإكلينيكي، واللي بنرحب بيه النهارده معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ عادل. يعني في البداية، احنا بنحاول دايما كل مرة بنتكلم عن هذا المرض ان احنا بس ننوه عنه او نعرفه او نوضحه او نفهم الناس هو ايه المقصود بالتوحد. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنة وحضراتكم بخير ولجميع السادة المشاهدين بخير وصحة ان شاء الله. بس انا يعني من خلال المقدمة الجميلة اللي اسألتها حضرتك، هو مش مرض. لا، توحد لا يعتبر بمرض، ولكن هو بداية. هو إحنا معذورين إن إحنا نطلق عليه مرض، لأنه عندما عرفنا التوحد من خلال الأمم المتحدة من ما يقرب من 70 سنة، هم أطلقوا عليه مرض التوحد. وحاليا بعض الأطباء وبعض المتخصصين للأسف الشديد يقول لك مريض التوحد هو ليس بمرض، ولكنه هو اضطراب. والاضطراب، عملية الاضطراب برضو جاي من فين؟ هي حالة. اضطراب. هو جاي من فين؟ هو جاي من الجمعية الأمريكية للتوحد، اللي هي كانت مسؤولة كمرجعية لكل ما يتعلق بالأطفال المصابين بالتوحد. نقول هو اضطراب. اضطراب ناتج من خلال خلل وظيفي للجهاز العصبي، تأثر به وظائف المخ، أدى إلى تأثير مختلف جوانب نمو الفرد فيما يتعلق بالجانب العقلي عند الطفل. يعني هو خلل وظيفي، يعني خلل وظيفي أدى لوجود اضطراب. فعلشان كده احنا بدلا، دي ملحوظة مهمة جدا احنا بنمشي عليها، ده اضطراب التوحد. لأنه دايما المعروف والمعتاد أن لكل مرض علاج أو دواء معين. هل مريض التوحد إذا اعتبرنا أنه مريض فعلا، هل له علاج؟ هل ممكن يتعالج؟ هل ممكن نتوقع من خلال الوعود اللي هو بعض الأطباء والمعالجين، إن شاء الله خلال شهرين، خلال 6 شهور إن شاء الله حيكون كويس، إنسان عادي؟ لا لا لا. ولكن إذا كان اعتبرنا تردد ولي الأمر وتردد الأسرة للطبيب، ما هو إلا إزالة الآثار الجانبية لاضطراب التوحد وليس لمرض التوحد. فانا عايز بس الاسره تتفهم، عشان احنا طبعا احنا كأم كآباء كمسؤولين عن الطفل بنعيش على امل انه مريض والدكتور الفلاني والبروف الفلاني احنا هنروح له، هو اضطراب. ما دام ثبت انه توحد فهو اضطراب، احنا بنخفف الحده والازمه المصاحبه لهذا الاضطراب. من ضمن الاسباب، يعني هو في البدايه ما كانتش الاسباب واضحه قوي يا استاذ عادل، لكن وما زالت. نعم. لكن احنا بنجد دلوقتي ان بعض الاطفال بيولدوا بهذا الاضطراب. جميل. وبتظهر معاهم مع النمو، وان في النهايه بتكتشف الام والاب ان طفلهم عنده توحد. أكيد. صح كده؟ اكيد. وفي بعض احيان بنقول ان هذا الاضطراب بيحدث في سن معينه. نعم. لكن الطفل ما بيكونش في البدايه كده. نعم. طيب، ده خلينا نقول ايه اللي بيحصل. جميل. يعني بلاش اسباب، ايه اللي بيحصل؟ فخلاص اللي اتولد بهذا الاضطراب تمام، ده اكيد اسباب اثناء النمو كجنين داخل رحم الام. تمام. لكن ما بعد بقى، يعني ان الطفل يكون موجود معانا ويجي له الاضطراب ده في سن معين. هو الاضطراب ما بيجيش في سن معين. لا، هو اضطراب الطفل مولود بهذا الاضطراب، ولكن ابتدى يظهر، ولكنه لم يكتشف. يعني ما فيش طفل عادي مولود عادي وبعد 6 شهور او سنه او سنتين حصل له اضطراب توحد، لا ما بيحصلش كده. ولكن هو مولود باضطراب التوحد ولكنه لم يكتشف. فغالبا ما يكون السن المعتاد والمتعارف عليه في اكتشاف اضطراب التوحد هو 30 شهر. 30 شهر يعني سنتين ونص، او
ما يقرب من 3 سنين من بداية عمر الطفل تم اكتشافه. ده تم اكتشافه للمختصين والمعالجين والمراكز المتخصصة، ولكن يجب أن يكون هناك موقف، لابد أن نحذر منه، لابد أن نحن يعني نقف موقف جديد أمامه، دور الأم. فإذا كانت المراكز المتخصصة تستطيع من خلال الأعراض، لأن الأعراض بتبدأ تظهر، هي كامنة هي موجودة، ولكنها تبدأ تظهر بعد 30 شهر، ما بين 2.5 و3 سنين أعراض التوحد بتكون واضحة، ده عند المتخصصين وعند المراكز المتخصصة، ولكن عند الأم لا، عند الأم من خلال بعد 6 شهور تستطيع الأم أن تتعرف على ابنها، على المولود، مش لازم تتعرف عليه على أنه يعاني من اضطراب التوحد، ولكنها على الأقل تتعرف على أنه ابنها مش طبيعي. وده الدافع وده السبب اللي هيخلي الأم تحاول أن هي تبحث عن طريقة وعن طمأنينة عند المتخصصين، عند الدكتور، عند المراكز المتخصصة، ابنه مش طبيعي، بيظهر عليه أعراض كذا كذا. يعني خلاصة الكلام أن الأم تستطيع أن تكتشف ابنها بعد فترة وجيزة، ولا تنتظر، بس الأم الواعية، الأم الصحية، الأم اللي هي دايما بتتعامل، يعني دايما احنا كمتخصصين بمجرد ما يجينا حد في العيله عندنا طفل بنبص للوجه، بنبص علامات اليد، بنبص للتوصل البصري في العينين، بنبص لمدى الاستجابه مع المواقف المثيرات الخارجيه عشان نطمئن سواء كان عنده اضطراب او اخر. الام الواعيه بمجرد ما تبص هتعرف ابنها، هل هو بيناغي؟ هل هو بيتواصل؟ هل هو بيبتسم؟ هل هناك في تعبيرات الوجه بتدل على موقف معين؟ اذا كان الموقف مقارنة بأقرانه غير طبيعية أو غير موجودة، فهنا يجب أن تبحث. تبحث عن إيه؟ مش هنقول عن علاج، عن مكان متخصص هيوضح أن الطفل ده ينتمي لأي فئة. الطفل ده إيه؟ الطفل ده داون، الطفل ده أوتيزم، الطفل ده وهكذا طبيعي. بس في دافع أدى للأم أن هي تبحث من خلال عدم وجود استجابة أو عدم وجود مشاركة أو الحركات الإيمائية اللي هي آلية متطورة بصفة مستمرة. حضرتك أستاذ عادل، من ضمن الحاجات اللي ذكرتها عشان يعني نلفت نظر الأم، ولو إني زي ما حضرتك قلت الأم الواعية أكيد هتعرف إن ابنها في حاجة مختلفة، أكيد. هي فكرة إن هو ما بيستجبش مثلا للمحيط اللي حواليه، فكرة إن هو مش معاها، إن هو ما بيعبرش مثلا بالضحك بالعياط الكتير. يعني إيه التفاصيل اللي ممكن الأم كده بشكل بسيط تقدر تاخد بالها وتحس ان في حاجه غلط؟ نعم، يعني على سبيل المثال بنشوف الابن عندما يشوف موقف او ملاغاه من الام في سن 3 شهور بعد الولاده ان هو يبتسم. لان احنا بنقول بعد ال3 شهور خلاص هو ابتدى يشوف الوجه الام، الابتسامه وتعبيرات الوجه تظهر بعد 3 شهور او حد اقصى 4 شهور. تمام. لا، ما بتظهرش عنده الا للاسف الشديد ما بعد 6 أو 7 أو 8 شهور بطريقه بسيطه جدا، واحيانا عندما تكون هناك استجابه. ده رقم واحد. رقم اثنين، النطق والكلام، تاخر جديد في النطق والكلام، ما فيش نطق وكلام. يعني احنا عارفين ممكن ينطق الكلمات البسيطه زي بابا زي ماما في 8 شهور، لكن هو مش هينطق ولا بعد سنه بابا، ولا ممكن ينطق بابا وماما بطريقه ضعيفه جدا بعد 1.5 عام، بعد 1.5 سنة. المفروض الملحوظات دي تخلي الام تبحث عن السبب. طيب لما تيجي تعمل محاولات معاه وتجيب له العروسه وتجيب له ان هو في استجابه، في تواصل بصري، ان هو ببص لها، ببص لها حتى ولو لبضع دقائق، هو ما بصش خالص، دليل على انه ما عندوش استجابه. طيب الالعاب، هل لما يوصل ل8 شهور 9 شهور المفروض يشارك في الالعاب الجماعيه مع اخواته مع جيرانه مع يشد اللعبه، عايز يعيط لعبة لا، هو بيحتكر اللعبه لوحده بدون ملل لفتره طويله جدا، يعني اللعبه لغايه ما ينهيها، لغايه ما ينهيها. الحاجه اللي بعد منها للاسف الشديد ان هو حركات وحركات نمطيه اليه، يعني هو لو هيعمل حركه مثلا زي عمليه الرفرفه مثلا، الرفرفه بايديه ممكن يفضل بايديه لمده ربع ساعه بايديه، ما بين حركه بالاصابع، حركه بالايدين، النظر بالاصابع امام عينيه بيبص فيها ويتاكد. الحاجات دي كلها حاجات غريبه على الام، بمعنى انه اخواته الاسوياء اللي قبل منه ما عملوش الحالات دي، بنات اختها، بنات جيرانها ما عملوش، او الحاجات دي ما تكررتش. طب ليه الطفل ده بيعمل كده؟ ده المفروض من هنا نقول ستوب، لابد ان يكون هناك سبب او اخر، نبحث عن معرفته، لربما يحتاج علاج، وبالتالي المختص هيوضح الامر.
اذا في بعض الامور لابد ان احنا نعرفها. لكن هو في ميزه، يعني لو في النور صادع ممكن يتابع النور الصادع، لو في عفوا مروحه شغاله ممكن يتابع المروحه. اسمك ايه حبيبي؟ اسمك ايه؟ انت اسمك محمد. محمد يردد الكلمات بدون وعي وبدون فهم. عملية التخيل عنده عملية ضعيفة جدا، لا يستطيع التخيل، وما دام لا يستطيع التخيل إذا لا يستطيع الإدراك، وما دام لا يستطيع الإدراك فلا يستطيع التمييز. تمام؟ الحاجات دي كلها بتيجي في وقت مبكر وفي سن مبكر. المفروض على الأسرة أن تتفهم أن هناك شيء غير طبيعي موجود عند الطفل. الشيء غير الطبيعي احنا مش عارفين، مش هنقول لما يكبر منتظر شويه هيضرب لنا بعض الامثله من الاقارب ومن الجيران، لا الابن الفلاني كان في السن ده كده وبعدين بعد لما وصل سنتين، لا احنا حاليا في عمليه تطور، والتطور ده بيديني عمليه المشاركه والتواصل والاستجابه والمناغاه والكلام في مواعيد معينه وفي سن معينه. عشان كده بنقول ايه، هو نوع من الاضطراب. اي اضطراب؟ اضطراب تطوري، اضطراب نماء، أي مصاحب عملية التطور والنماء في خلال فترة عمره، وبالتالي تزداد مع ارتفاع العمر الزمني ويصبح كل الأعراض واضحة عليه. يعني كل ما هيكبر كل ما هتبين أعراض ثانية وهتكون أصعب أو أكثر. بتكون أصعب، يعني إيه؟ هنلاقيه فجأة كده موقف ضحك غريب جدا بطريقة عالية جدا وطويلة جدا، موقف تاني هنخليه يصرخ صرخة طويلة جدا ومستمرة جدا. وإيه السبب؟ مفيش سبب، مفيش مثير يستدعي، إن هو يلف حوالين نفسه. لو كان في الأوضة أو في عفوا أو في الصالة عنده في البيت في ترابيزة موجودة أو في كرسي موجود، لا ده هو بيمارس هوايته بيفضل يلف ويدور حول لا يحس بالألم. والأسوأ من ده كله يتصرف وكأنه أصم، كأنه أصم. هل هو أصم؟ لا مش أصم، هو يسمع وما عندوش مشكلة في السمع، ولكنه ما عندوش الاستعداد للاستجابة، فكل اللي ينادي عنه مهما كان الصوت مرتفع ما يردش عليه. وكلما كان الصوت مرتفع وعمل تلوث سمعي، يعني احنا دايما بنقول ايه، الصوت بيضرب في 10 أمثاله يعمل عنده خلل أكتر. الخلل يتمثل في الرفرفة سواء كان باليدين أو بالرجلين والدوران حول الأشياء. بالإضافة لأهم نقطة، إنه هو تركيزه واهتماماته بالأشياء أكثر وأكبر من تركيزه على الأشخاص. ما بركزش على أشخاص ولا يتعامل مع أشخاص، هو تركيزه إن كان هناك تركيز مع الأشياء وليس مع الأشخاص. طيب الدكتور، احنا خلاص الام والاب والاسره اكتشفت ان عندها طفل، خلينا ما نقولش عليه هو بالتحديد التوحد زي ما حضرتك قلت ممكن يكون فيه اضطراب. حاجات كتير ولكن هو اضطراب، ممكن هنقول ان هو دلوقتي احنا عندنا طفل ذوي همم جوه البيت زي اي اعاقه ايا كانت اصابته او ان كانت اعاقته. تمام. عندنا فعلا زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي كتير من المكاتب او المتخصصين او الخبراء اللي ممكن يساعدونا في ان احنا نتخطى فكره ان الحاله تبقى اصعب، لكن ما عندناش شفاء تام. لا ما عندناش شفاء لانه في النهايه هو اعاقه، لانه هو مش مرض او زي الاعاقه بالنسبه للتوحد. والاعاقه نفس الوضع، الاعاقه ليست مرض صحيح. نعم، نعتبرها كده يعني احنا بنفهمها للمشاهدين وكأن الانسان ربنا اراد ان هو يطلع بهذه المشكله او الاعاقه. نعم. طيب انا شايفه بقى ان في حاجه تانية مفروض تحصل، وهي فكره اني مش بس اشوف الولد والطفل ده اللي اكتشفنا ان هو مصاب باضطراب التوحد، ولكن هي فكره ان انا اعالج نفسيه الام والاب. جميل. اللي اكتشفوا ان عندهم ابن عنده جميل. توحد، لاني برضو اضطراب التوحد حاجه جديده مهما كان منتشر، مهما كان الاعداد بتتزايد، لكن هو حاجه جديده ايا كان اعاقه، حاله جديده علينا احنا كمجتمع كمجتمعات. يعني الاعاقه البصريه، الاعاقه الحركيه، هي اعاقات معروفه وخلاص. نعم. يعني زي ما قلنا دي التوحد مش معروف، مش معروف او للاغلبيه. الاب والام بقى نتعامل معاهم، يعني اعتقد نفس الخبير اللي هيعالج الطفل مفروض ان هو ماسك الام والاب، فلو قلنا بقى الاب والام يبداوا يتعاملوا ازاي، يتصرفوا ازاي، يتفهموا الامور دي ازاي. جميل. يتقبلوا جميل. هذا الطفل ازاي، لان هو فكره يتقبلوه عشان يتعاملوا معاه. جميل. ده احنا بنعتبرها او في البرنامج بتاعنا النصائح والارشادات التي تقدم للاسره. صح. التي لديها طفل
ذوي همم زي ما حضرتك ذكرت. صحيح، لأن هو ذوي همم. دي مجموعة نصائح. أول حاجة، أول نصيحة بنقولها للأم بمجرد الإحساس بأن هناك سلوكيات غير عادية أو غير طبيعية بالنسبة لحضرتك، الجئي أو اسرعي إلى المراكز المتخصصة. دي أول حاجة. تمام. تمام. الحاجة الثانية، يجب على الأم على وجه الخصوص والأسرة على وجه العموم أن تتمتع بالتثقيف الذاتي، تطلع. والحمد لله النهاردة المتخصصين في هذا المجال متواجدة عندنا، وخاصة في محافظة أسوان، لأن النهاردة في عندنا طفرة جميلة جدا من الشباب ومن الفتيات سيدات، ولهم دور كبير جدا، عملوا دراسات عليا وعملوا ماجستير وعملوا دكتوراه في هذا المجال وأصبحوا أصحاب مراكز متخصصة. فبالتالي هناك ندوات إرشادية وتوعوية من حين لآخر بصفة دورية في جميع مراكز أسوان، وأنا واحد من المشارك في هذه المراكز، وأغلب المراكز بتعملها مجاني بدون مقابل للأمة. لكن رغم ذلك، رغم الاهتمام ورغم الاستضافة ورغم الاستعداد الجميل جدا ورغم المدرب والمتخصص اللي بيجي متنقل من مكان بعيد، إلا هناك الإقبال ضعيف جدا من الأمهات، بالرغم أن الندوة أو الندوة الإرشادية يعلن عنها من قبلها بأسبوع أو أسبوعين، لكن الإقبال مش هو المتوقع بالنسبة للأمهات. ده أنت هيجي لك متخصص وهيقول لك اعملي 1 2 3، هلاقي مثلا المتوقع 50 بنلاقيهم 20. رقم 3، يجب أن يكون هناك وسيلة تواصل ما بين الأسر اللي عندهم نفس المشكلة ونفس الإصابة، حتى يتم معرفة كل ما هو جديد والإجراءات التي اتبعت مع كل حالة داخل كل أسرة. لكن هي، طب اللي حضرتك بتقوله دلوقتي استاذ عادل، ده ما يخليناش نسال، طب مش هو مفروض ان الحالات بتختلف؟ يعني في شخص عنده اضطراب توحد عالي جدا، فممكن الاسره دي يكون يعني حاله ابنها او بنتها اعلى شويه من حاله الاسره دي، مش ده يخلينا في اختلافات شويه؟ البرامج التثقيفيه عندما يعلن عنها في احدى المراكز المتخصصه او في قصور الثقافة عندنا، يعني بس ما شاء الله على مستوى محافظة أسوان، بيعلن عنها على حسب نوع الإرشاد الذي يقدم. احنا النهاردة حنتكلم أو بكرة أو الأسبوع اللي جاي حنتكلم عن إرشادات أسرية للطفل التوحدي. تمام. حنتناول الطفل التوحدي بكامل فئاته. هو فئات يا أستاذ. فئات طبعا. في حالات ضعيفة وفي حالات بسيطة وفي حالات شديدة. صح. احنا حنتعامل مع مين؟ احنا مش حنتعامل مع الطفل المصاب، احنا حنتعامل مع الأم أو الأسرة. لكن في بعض الحالات حريصين جدا وعلى تواصل باستمرار معانا، ابن عمل كده وزي ما قلت حضرتك، طب ممكن نعمل معها ايه؟ طب التصرفات والسلوكيات دي في الجانب ده الحمد لله خفت خالص بالطريقة اللي اتبعتها من خلال الندوة، المرحلة اللي وهكذا. تمام. دور التثقيف مهم جدا، دور التواصل الأسري لنفس المشكلة مهم جدا. يعني بعض المراكز بتاخد جميع التلفونات للأسر ويعملوا تواصل مع بعض لمعرفة المستجدات التي تتم في المجال، واحنا عندنا العلم متطور كلهم في تجديد. جميل. تمام. الأهم نقطة على عفوا النقطة الأخيرة، يجب على الأسرة أن تتقبل أمر الله، رضا الله، أن تتقبل الابن على حسب حالته. تتقبله إيه؟ تتقبله بالحب، تتقبله بالاحتواء، تتقبله بالعطاء، ولا تنقطع اللحظة واحدة في العطاء والحديث، رغم أنه لا يستجيب ولا يتحاور وأحيانا لا يتكلم، ورغم ذلك حتى يتعلم فن الإصغاء والإنصات ده احنا بنكلمه، لأنه بيعمل عملية تركيز وعملية اكتساب للغة في وقت معين، حلاقي أنه بيتعامل ويتفاعل من خلال ما تم اكتسابه من الأم في التوقيت اللي الأم حاسه انه ابنها مش مستجيب ولا فاهمني ولا هو معي اصلا. الحاجه اللي بعد كده، يجب ان يكون بالنسبه للابناء دول طريقه معينه في التعامل. بمعنى ايه حضرتك؟ بمعنى ليست كل احتياجاتهم او طلباتهم مستجابه. مش عشان هو عنده مشكله فانا يصعب علي. تقصد كده؟ تمام. طيب هو يدعم ويحفز ويحفز بكلمات معنوية، شكرا جزاك الله خير، حتى ولو مش مستجيب أو مش متواصل معايا، عندما يسلك سلوك جيد. تمام. ويعاقب عندما يسلك سلوك، بس هل يعتبر نوع العقاب تمشيا وتساويا نفس نوع العقاب مع الطفل العادي؟ لا، مراعاة لظروفه، مراعاة لحالته. لابد أن أقدم تصرف
مع الطفل ده من خلاله يحس او يدرك رغم احساسه وادراكه الضعيف انه هذا التصرف خاطئ وده نجيت نتيجة هذا التصرف. بس كل اللي حضرتك بتقوله ده طبعا هيجي مع وقت طويل شوية استاذ عادل، يعني بعد ما الابن تعتاد على حالة الأسرة تعتاد على حالة الابن، تمام. بعد ما تاخد مجموعة من الخبرات والتدريبات المختلفة، بعد ما تشوف تصرف الشخص المسؤول عن مهمة تدريب الطفل، انا عارفه ان في مجموعه من العناصر اللي بيتم يعني الاستعانه بيها زي وسائل مثلا عشان نحرك الطفل مريض مضطرب التوحد، صح كده يعني، ودي من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى موجوده عندنا في البيت، مجموعه من الوسائل. اكيد طبعا اكيد الوسائل والطرق دي والاليات والفنيات مع كل متخصص لابد ان تكون عنده ادواته وعنده امكانياته وعنده الطرق والوسائل اللي هو هيستخدمها. واحنا بنقوله من هذا المكان مع حضرتك، يعني اي مركز ارشادي انا يمكن من اتفه ولكن انتهيت لاسوان لن اقصر وبدون مقابل ومجاني لحفاظا على التماسك الاسري، لانه الاسره مهما كانت الظروف هي بتعاني سواء كان معاناه معنويه او معاناه ماديه، فاحنا طبنا ما دام نملك حاجه في ايدينا نقدم بعض المساعدات الاسريه لاخواتنا ولاخواننا الاباء والامهات اللي من خلالها يستطيعوا يتعاملوا بطرق صحيحه مع ابنائهم حفاظا على ايه؟ على التوازن النفسي واملا في تحسن قدرتهم واشباع حاجتهم. في النهاية بنقول الاعتماد على ذواتهم. طيب احنا يعني بما ان حضرتك ايضا كنت من رجال التربية والتعليم، فاحنا عارفين ان دلوقتي في منظومة جديدة في فكرة دمج الاطفال ذوي الهمم مع الاسوياء داخل الفصول، هل مضطرب او من يعاني بالتوحد سهل ان انا ادمجه؟ يعني سهل يكون موجود ولا دي حالة خاصة ما ينفعش حفاظا عليه هو، لان هو في بعض الاحيان ممكن يؤذي نفسه، فيؤذي نفسه ده بيؤذي كمان الاخرين او الاخرين اللي حواليه ممكن يخافوا منه فيتعاملوا معاه على انه حاجه مخيفه، فده دي كلها حاجات ممكن تاثر عليه هو. فخلينا نتكلم برضو في النقطه دي فيما يتعلق بدمج مضطرب التوحد. سؤال مهم جدا. قرار وزاره التربيه والتعليم من سنه 2013 وتطويره 2015 وتطويره 2018، واحنا بسم الله ما شاء الله ماشيين في تطوير لهذه الفئه والشريحه بالذات، انه اصبحت برامج الدمج في كل مدارس الجمهوريه. كل بمعنى كل المدارس دامجه. وكل المراحل التعليميه ابتدائي اعدادي ثانوي وتعليم فني دامج. طيب لما نيجي في القبول، نعم القبول له معايير. انا هتكلم بس في قبول الطفل التوحدي. انا بتكلم عن الطفل. مع مراعاه ان المعايير موجوده عند كل الفئات، عند كل ذوي الهمم، عند الاعاقه السمعيه وعند الاعاقه البصريه وعند الاعاقه العقليه وعند الطفل الداون. الطفل الاوتيزمي ايضا له نظام معين، له تعليمات معينه. في مستوى معين على حسب ما هو وارد بكتاب دوري بقرار وزاري من وزاره التربيه والتعليم وموزع على جميع مديريه التربيه والتعليم في الجمهوريه وعلى جميع الادارات التعليميه وموجود في جميع ادارات التربيه الخاصه وجميع المسؤولين عن اطفالنا ذوي الهمم ان هناك معايير. الحالات الشديده خوفا من ايذاء نفسه وخوفا من ان هو يعمل بعض السلوكيات الخاطئه اللي هي تعكر صف الحجره الدراسيه. تمام؟ لا هو في معايير معينه يتم قبول فيها الطفل داخل برامج الدمج. ومن اجمل وما اروع ان الطفل ان هو يدخل برامج الدمج بتخف عنده حده السلوكيات العدوانيه والعنف، بيعمل عمليه تنفيس انفعالي ما دام هو بيتعامل مع المجموعه داخل الفصل الدراسي في بنفس اقرانه. وداخل الفصل الدراسي هناك مجموعة محدودة من الأطفال المدمجين قد يكون هم أشبه بقدراته بإمكانياته أشبه بحالته، فبالتالي بيكون في نوع من إيه؟ من دمج تربوي ودمج اجتماعي، أي دمج طوال اليوم بيحقق فيه كل متطلباته بعد. لكن أرجع للسؤال، هناك معايير، هناك شروط. الطفل الذي لا تنطبق عليه المعايير وشروط القبول ممكن يلجأ لأي مركز، اي مؤسسه تتناسب مع قدراته، وبرضه هيستفيد من نفس المزايا وهيحقق نفس ما حققه ابنائنا المدمجين في وزاره التربيه والتعليم. اكيد. لا ده برنامج حيوي، برنامج رائع، برنامج جميل، استفادوا منه الكثير والكثير من ابنائنا ذوي الهمم وخاصه اطفالنا اللي هم التوحد. لاني احنا لو بنتكلم على يعني
شخص او بني ادم او انسان فهو من حقه ان هو يكمل حياته طبيعي. طبعا. فلو بنتكلم على ذوي الهمم من الـ يعني الاعاقات التانية، فاحنا شايفين مثلا ان الاعاقه البصريه ليهم مدارس، الاعاقه السمعيه بالظبط. فانا ساعات لما حد الاعاقه السمعيه ايضا تمام، يمكن الاوتيزم والداون اعتقد ان هم لهم فتره معينه. نعم. فعشان كده حضرتك بتقول يمكن حسب الشروط. نعم. لكن إذا كانت الشروط ما تنطبقش على حالة معينة فهو ليه مكاتب تانية. أكيد. بس ما بيكونش تعليم بمعنى كلمة تعليم أستاذ عادل، يعني بيكون نوع من أنواع إكسابه المهارات ولا بيكمل تعليم؟ يعني هل بيصل للمرحلة الجامعية ممكن؟ هل مريض أو عفوا مضطرب التوحد يصل للمرحلة الجامعية؟ نعم يصل للمرحلة الجامعية. وبالأمس أنا قرأت خبر أول تعيين معيد من حالات الداون. معيد. أنا قريت الخبر ده وبنفسي. تمام. إذا بيكمل دراسته التعليمية. ده داون. والداون. مع الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية. لا طبعا. لا ده احنا شفنا حالات كتيرة. لكن إذا كانت حالات دمج الأطفال التوحديين بدرجة بسيطة اللي تناسبت قدراتهم في الإلحاق ببرامج الدمج داخل التربية والتعليم، فهذه حالات بسيطة يمكن يكمل تعليم. يمكن يكمل تعليم. بس إذا كانت الشروط منطبقة عليه بطريقة فعلية وواقعية، تنطبق عليه الشروط والتحق ببرامج الدمج في الصف الدراسي المناسب، حينتقل من مرحلة لمرحلة وحيكمل تعليمه. أما حالات الأوتيزم، حالات التوحد اللي ما انطبقتش عليها الشروط، إذا حالاتها لا تستدعي التحسن واكتساب المهارات والمعلومات، فبالتالي من الممكن هناك المراكز البديلة والمؤسسات البديلة. طيب داخل برامج الدمج التعليم هو نفسه. طبعا. التعليم هو نفسه داخل الدمج. لكن المفروض على المعلم، والحمد لله محافظة أسوان تم تدريب أكثر من 15,000 معلم في التعليم العام للتعامل مع البرامج، مع الطفل المدمج، مع التلميذ المدمج. يعني المدرس حاليا ومدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، المنظومة كلها عندها قدرة على التعامل. تمام. القدر العالي من التدريب هيجعلهم يتعاملوا مع الطفل المدمج بطريقة صحيحة وطريقة سوية. بالإضافة أنه في كل إدارة من الإدارات التعليمية في إدارة تربية خاصة، بالإضافة أنه الإدارة الأم إدارة التربية الخاصة داخل مديرية التربية والتعليم، كل المنظومة بتنصب بكل معارفها وإمكانياتها على الطفل المدمج. وبالتالي يدرك المعلم أن وضع برامج تنمية المهارات بالنسبة للطفل المدمج يفوق الناحية التعليمية، لكن ليس معنى ذلك أن يتخلى عن الناحية التعليمية. يصير جنبا لجنب مع أقرانه العاديين بأبناء الصف، لكن في جرعة معينة، في غرفة اسمها غرفة المصادر، غرفة مصادر داخل كل مدرسة المفروض ينتقل فيها الطفل المدمج مع أخصائي غرفة المصادر لتنمية المهارات على حسب القصور الحسي أو العقل الموجود عنده، حتى يعمل عملية تدعيم وتكثيف جهود حتى يساير أقرانه الأسوياء داخل حجرة المدرسة أو داخل الصف الدراسي. في النهاية طبعا هو زي ما قلنا يعني مضطرب التوحد، شخص يعني خرج للدنيا بهذه المشكلة، دي حاجة من عند ربنا، فنتمنى أن نؤمن بالقضاء والقدر، لكن دورنا المساعدة وتقديم كل الجهود المتاحة والممكنة. أكيد. أنا في النهاية طبعا بشكر حضرتك أستاذ عادل شماندي، مدير عام إدارة إدفو التعليمية سابقا والأخصائي النفسي والإكلينيكي، اللي شرفتنا النهاردة ووضحت لنا كثير من الأمور فيما يتعلق بمصاب التوحد. أنا بشكر حضرتك وأتمنى طبعا الصحة والسلامة للكل بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنه يعني التوعية والإرشاد للطفل التوحدي لا يقتصر على يوم أو حلقة أو لقاء، ولكنه يجب أن يكون هناك لقاءات وبرامج مستمرة دورية حتى تستفيد الأم والأسرة بصفة عامة من آليات وطرق التعامل مع أبنائهم المصابين باضطراب التوحد.
نتمنى ده بإذن الله، وهنحاول إن احنا نكون كمان سباقين في ده. بشكر حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب، نورتنا النهارده. ربنا يبارك مع حضرتك. شكرا عليك. شكرا لحضرتك. شكرا. ربنا يحفظك. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معاكم كده لختام حلقتنا النهارده. بنتمنى طبعا كل الخير لكل شخص أو كل أسرة عندها حد عنده هذا الاضطراب. نتمنى طبعا ان انتوا تتعاملوا مع هذا الموقف بشكل يعني في سهولة وحسن تعامل اكتر من اي حد تاني. شكرا ليكم على حسن المتابعة.